ستة. ما شاء الله مصر وقاوية ما شاء الله. ايه اللي دخل علينا ده؟ باين ست. لا ما تقوليش دي ست. لا 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 دي ست اشهر. وايه اللي لابسها في رجلها ده؟ سمكة؟ سمك مع تحفة الست دي. يا ربي ايه دول؟ ستات ولا الكنبة طلع لها دمامي؟ نعم 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 نعم، انت اللي بتلسي؟ او النبي ستات. اه طبعا. اهي دي ست ودي وقعت منها. وقعت مني ازاي؟ والله وقعت غصب عنك، انت مش واخده بالك، اتعورت دم فوق ودم تحت وكدمه زرقاء في النص. ايه الست دي؟ اه والله. انت عايزه ايه يا ست انت؟ بس الحمد لله ان الشقه دي طلعت شقه الستات. آه. كنت خايفه اموت تطلع شقه طلبه. لا مش طلبه، ستات. عايزه ايه بقى؟ هقول لك كل حاجه. انت ليه عصبيه؟ اتفضلي قولي. انا اسف، العجله بتاعت عربيتي نامت قدام البيت بتاعكم. آه. السواق وهو بيغيرها العجله الثانيه الاخرى نامت. آه. اصلهم كانوا سهرانين للصبح. هما مين؟ العجلتين يعني. عجلتين سهرانين؟ آه. فقلت بعد إذنك يعني أدخل الحمام عندكم أخذ الدواء الفوار بتاعي وأمشي. ممكن؟ ممكن. حمام فين؟ قدامك أهو. ميرسي. بس بسرعة. ميرسي. إيه ده؟ نعم. إيه ده؟ عايزة إيه؟ أنتوا عندكم أربع حمامات؟ ليه؟ خلاس أخش أبو بانيو. بانيو إيه؟ إيه ده؟ الست دي؟ يا نهار أسود، ده الشطافة بتاعته طويلة. إيه ده؟ إيه؟ لا لا لا، إيه ده؟ ما يصحش. إيه ده؟ إيه ده يا رشاش؟ آه. بوليس، انتوا بتحاصرين يا عيني. اسكتي. اتنين امناء شرطه وظابط وبوكس. يا دي مين؟ لا مشيني من هنا يا مدام. يا انا ست وحدانيه اخاف على نفسي من فتنه. انت فتنه؟ اه اخاف على نفسي، ما اقدرش اعرف وسط الرجاله دي لوحدي. تخافي على نفسك من ايه يا زحلفه انت؟ اخاف على نفسي من الفتنه يا خنفسه انت. على اساس ايه؟ على اساس ان انا انثى متفجره الانوثه. في مستندات بالكلام ده؟ يا ربي وانا همشي بالشهادات معايا، ومع ذلك البطاقة اهي النوع انثى. ايه؟ انثى ولا اديداس؟ بتفرق حرفين يا. لا ده انت قليل الادب وانا مش واخده بالي. انا قليل الادب؟ طبعا قليل الادب. انا لما تهزقني في بيك وتبقى قليل الادب. ايه ده؟ يا ربي ايه ده؟ هتمد ايدك على واحده ست؟ ده انت مش متربي. والله انت ما تربيت ولا اهلك ربوك ولا اهلك ربوك. ولادك دول يا حاجه؟ نعم. هو انتوا تخلفوا وترموا في الشارع يبهدلوا بنات الناس؟ انت بنات الناس انت؟ ما البنات افكارك انت. كلام الناس الله يطلعك بره. احترم نفسك يا حسن. بره. احترم نفسك. خلاص يا خالد. ايه ده؟ امسكي يا وليه. ايه والنبي لا قال عليك مالطا. اخلعي مالطا عشان نشوف التاريخ. اخلعي. تاريخ ايه؟ تتلاقي في مقابر اثريه وحفريات محدش يعرف عنها حاجه. بعينك تشوف مقبره واحده بعينك. الله. بعيد على مر مش هرد عليك. هو دايما كده الشجره المثمره اللي زي العيال اللي في سنك يحدفوها بالتيوب. انت مثمره يا نص نقل مقلوبه انت؟ مثمره غصب عنك تحب تشوف؟ اثبتي. تعال يا واد انت تعال. ده عيل طايش. تعال تعال. سمره دي ولا مش سمره؟ وعلى حيني فجاه. سبحان الله يا خالق، الزهرة في حضن الجبل من جوه. زهرة انا مديك صبار، ده تفاح، ده ما بيشوفش يا اختي. الولية دي ما بيش. ما فيش حاجة؟ الله يسهل لك يا حبيبي. أي حاجة لو سمحت. الله يسهل لك، ما جيتش قبل ما أقفل ليه؟ سمر سمر. الله يسهل لك. خلاص سمر. إيه؟ خليك أنت للمحصول الجاي. خلاص. محصول إيه يا ست أنت؟ لو سمحت سمرة. ما خلاص أنا قفلت، ما ينفعش. طب اشمعنى هو؟ انا حرة. لا مش حرة. لا حرة. لا قلتلك مش حرة. ايه ده في ايه؟ يعني سمرتي معاه؟ تسمري معايا؟ يا لهوي. اسمر ايه؟ ولا هي جت لحد عندي وما طرحتش؟ يا سلام. ايه يا ولية؟ ايه يا ولية؟ هو ماله ده؟ في ايه؟ في ايه انت؟ ايه يا اسف؟ هو ده مسؤول الري؟ ولا في ايه؟ لا شغل النصب ده مش عليا. نصب؟ نصب ايه؟ هو كان دافع عربون ونصبت عليه يا حبيبي. نصبت عليك في ايه؟ سمره. مفيش سمره. قلت لك سمره. مفيش سمره. اقول لك ايه؟ لا خلاص اديله اديله. اديله يعني ايه؟ سمره. خلاص يا مجنون. اديله. يلا. طيب حاضر. لو صبت عليك حياتك. طيب
خليك يا مجانين يا سمرة. طيب يا حبيبي حاضر 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 سمرة. طيب مش لسه هقطف؟ ما نستنى سمرة. هو انا يا اختي شايلة صندوق ماشي افرق؟ لا صح. الله سمرة. طيب ما تدبخنيش وانا على الشجرة. سمرة وليا. طيب ويا ريت بلح. بلح؟ نفسي بلح. خلاص اشوف لك في الشجرة اللي جنبي. لا خلاص اقول لك كنت قوي ازرعها زي ما انت عارف. خلصيني. طيب سمرة. خالد معلش اسف. سمرة خد الشجرة بحالها يا اخويا. خد الشجرة بحالها. طيب حاضر. يلا يا ولية حاضر. يلا خلصينا. مش بدور على فرع طارق يا انت. يلا حاضر سمرة. ايه ده؟ ايه ده؟ شفت نتيجة الاستعجال؟ لو سبتني انا ايلك كنت حفرز واطلع. شفت؟ خد. لا طبعا دي خضرة. حطها في صدرك يومين تحمر. اتلم يا ولية عيب كده عندنا شبان. ما فين الشبان دول يا يعني؟ يعني انت اللي ست قوي؟ ست الستات غصب عني. يا سلام. اي ده انت اللي زيك ماتوا من زمان خلاص. ما انا مت مرتين بس بجدد يعني. اي ايه مالك موتورك فوت ولا ايه؟ لا يا اختي لو فوت طلعت دخان اسود وانا ماشي. ده هم شوية هشاشة في العظام وبتعالج. خد ايدي. اوعى يا متوحش انت اوعى. يا تكميلة معقد. ايه؟ تعال يا حلو انت. انا حلو؟ ما شاء الله عليك. طالع ما حدش بيقول لك رايح فين. الكلام ده ليا؟ انا اصلا احب الطول قوي. يا اختي يا اختي عليك وعلى جمالك انت. ده انت حلوه قوي. اصل الطول بيبقى هيبه. يا اختي عليك وعلى طعامتك. طعمه طعمه. بس باينه في حالتك انت خيبه. بقول لك ايه؟ ايه؟ تعرف تطير؟ يعني ايه؟ خدني وطير زي العصافير. ايه يعني اعمل ايه؟ يعني يا 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 كوكو جامبو يا 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 كوكو جامبو يا 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 يلا بينا يلا هو يا 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 مش أول خروجة تعمل حادثة يا اسمك ايه؟ ده انت سكر. الله يسكر أهلك واحد واحد. تعال. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. سيب الحلقة يا أخوي. آسف. ايه النيلة دي؟ ايه التقريبة اللي ملهاش لازمة دي؟ الحمد لله. يا واعية. ايه؟ ندردش بقى شوية. نقول كلمتين كده. انت مالك في ايه؟ يعني نعرف ايه النظام برضه. نظام ايه؟ يعني نتعرف في ايه؟ يعني ايه؟ طب ايه انت ايه؟ يعني فنادق ولا طرب ولا ايه نظامك برضه؟ بقولك ايه؟ كلميني انا. كلميني لو انت شكل الحانوتيه. كلميني شويه عن نفسك. هقول لك ايه؟ يعني انت مخطوبه ولا متراقبه ولا لا انا ممكن اهزاك احترم نفسك. ليه بس؟ لا ما احبش كده. احنا بندردش. ما احبش كده. طب بقول لك ايه؟ مخطوبه؟ لا. متجوزه؟ لا. امال انت ايه؟ انا مصاحبه. والله يعني ممكن تصاحبيني؟ ايه؟ يخرب بيت العنف اللي انت فيه. انا عملت عنف؟ ايوه. ما بتعرفش تتعامل مع ستات ابدا. ليه؟ انا عندي لومباجو. عندك ايه؟ لومباجو. طب ما انا عندي تويوتا ما اشتكيتش. تويوتا ايه؟ لومباجو. لومباجو ده ايه ده؟ ده غير عرق النسا. انت اللي زيك يا مدام ما يقولوش عرق نسا. استحاله يجي له كبل نسا.
جنزير نسا، اي زباله في الكون غير عرق النسا. هداف اصلي وشك، الدكتور قال لي هي فتله نسا، اخذها لك بالمرقات. قلت له سيبها تاخذ العين. يعني بسم الله ما شاء الله، عندي ديسك ولومباج وعرق نسا. وان شاء الله في 1/9 هيجيني الروماتيزم. رقصه دي يا مدام ولا ايه؟ انت فرحانه؟ فرحانه، احب الروماتيزم قوي. يا سلام. قولي لي انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وبيدلعوني بزغزة تيكاوي. اشمعنى تيكاوي؟ اي صفارة انزل على طول. ايوه جاي. ايه في ايه؟ بقولك ايه؟ نعم. انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وانت اسمك ايه؟ اسمي قاسم. عاشت لساني. بس انت انت عنيف قوي قاسم. ليه؟ اه والله. ده اللي بدلعك. الله يخليك. بقولك ايه يا زوز؟ نعم. انا نفسي ازورك، اجيلك، اكلمك في التليفون، اي حاجه. ده الكارت بتاعي. اه في اسم ورقم تليفوني وعنوان البيت. ميرسي قوي، هجيلك. يا ريت تديه زمايلك في المدرسه. المدرسه؟ انا دلوقتي في الجيش يا زازا. اديني الجيش كله. يا خرابي على سجن. بس ابعتهم لي دفعه دفعه. يا ولية. بقول لك ابعت المدفعيه الاول. في يا ولية. بعديهم على طول الفرسان. ايه ده؟ قاسم. نعم. بلاش بتوع المشاه. ليه؟ بيبقوا تعبانين من المشي. بتمشي؟ آسف. نعم. بلاش كمان بتوع الحرب الإلكترونية. مالها؟ هيشوشروا يا أخوي على سمعتي. سمعتي؟ يا عسل يا عسل. أيوة. إيه؟ يخرب بيت العنف اللي أنت فيه. يا ولية أنا عملت عنف. والله أنت عنيف قوي، طبقت المقصات. ولذلك يا مريم من هنا ورايحة بحريصة قوي في الملفات. أنت اسمك مريم؟ أي. عاشت لسامي يا مريم. أنا عندي بنت شبك بس مش عايشة معاي، عايشة في الحبشة. ليه بتشتغل هناك يعني؟ لا فاشر، دي في سجن النساء بتاع الحبشة. بصي انا دلوقتي داخلة على ملف اهو. بصي ايه ده؟ ايه يا ولية الخلاعة اللي انت فيها دي؟ دي مش خلاعة يا عناية. امال ده ايه؟ ده فجر. يا حسني مرة واحدة؟ يعني بسم الله ما شاء الله، فجر وديسك ولومباج وعرق نساء. وان شاء الله في 1/10 هيجيني التهاب المفاصل. ولية القفر العيني. انت بتبشري على نفسك ليه؟ ده انا حاجزة ودفع عربون لالتهاب المفاصل. هيجيبهولي من لندن. اشمعنى؟ بيقولوا بتاع لندن حلو قوي يا قاسم، يخلي الواحده مننا تطرقع وهي اشيكا شيكا شيكا. ممكن تطرقعي بعيد عندنا؟ يلا مع السلامه. يلا يلا امشي امشي بقى. يا طنط مالك؟ انا طنط؟ من ساعه ما شفتيني وانت مقهوره. مفروسه مالك؟ يا الحلاوه دي بايديا، دي بتاعت ربنا يا عناية. اصلك احلى مني. طبعا مادونا بتتحرك قدامي. مادونا؟ تعالى انا وانت نقف قدام مرايه واحده ونشوف مين اللي هيتف على نفسه الاول. تعالى. ولا انا ولا انت، المرايه هي اللي هتف. يلا هتف علينا احنا الاثنين. يلا 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 مع السلامه. باي باي. باي باي. اقف عندك يا عناية. انت مالك؟ محدش هيتحرك من هنا قبل لما يجي بسلامته الوكيل. يادي الوكيل ويسدد الدين اللي عليه ودينا فلوس. قلنا لكم مش موجود، لما يجي هنبعتها لكم. يا ريته كان هنا واتضرب بالنار وخلصنا منه. انت ما عندكش دم؟ لا. ايه ده؟ عيب عليك، انت الكبير بتاعنا. عيب. ايوه عيب عليك يا معقد. انت على فكره يا باشمهندس الوكيل ده مش نصاب. لا لا خدها مني. بتدافع عني ليه يا ماما؟ هو فيه؟ هو بس ظروف وحشه. انت تعرفين منين؟ انت مالك اعرفه منين؟ لما كلمك تبصي لي انا. الله اكبر. انت هتعدي بالريف في ايه؟ اوعى حد فيكم يقرب للوكيل. الوكيل ده الكبير بتاعنا، ده السند، العون، الحمايه، ده ملجانا وقت الشده. واذا كانت على الديون اللي عليه دي فاحنا كلنا جزء كبير قوي منها. عندك حق يا مريم، يا ريت كان معايا فلوس يا وكيل وانا كنت اديتك وسددت ديونك. بس للاسف انا مستعمر. خالد انا عايز حد يتبناني عشان ما ترغيش كتير. اعمل معروف يا خالد. والله لو اتقلبت قلت له الاربعه جنيهات هصرفه. حرام عليك يا راجل، حرام عليك انت. ده الكبير. كبير عليك انت خالد. يعني وكيل نيابه؟ ايه الوكيل الوكيل اللي طالعين بيه السما ده؟ انا مش فاهم يا اخي. طب ما انا قدامك هو ما ينفعش كبير عيله؟ لا ما ينفعش. رئيس يا مدام؟ لا ما ينفعش. زعيم يا انسه؟ لا ما ينفعش. اي حاجه ما ينفعش. اضربه بالنار قدام عينيكم. اخرس ما تقولش كده على الوكيل. ايه يا وكيل ساكت ليه؟ ما بتردش عليه ليه؟ كرم اخلاقي، تاريخي الطويل معاكم وتحمل مسؤوليتكم يمنعنا نرد على واد حاقد بالطريقه دي. يعني اجت ولا نقتلك؟ اقتل. لا شيل ايدك من عزيناك وحطها في مناخيرك يا فحل يا جعر. مريم عندها حق، وانا ساعه الجد الجد الحقيقي لازم اقف وقفه رجاله، عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله. وريني وقفه الرجاله. اسرع يا
انا هدفع جزء من ديون الوكيل، هدفع جزء من ديون الوكيل ليه؟ عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله وما لناش دعوه بالنسوان. وروني وقفه النسوان. ينيلك لسه حلم تاني. ادي شيك اهو همضيه لكم، تروحوا تصرفوه، تروحوا تصرفوه عشان انتوا عيال. طول عمرنا بني ادمين بنحس ببعض، ما احناش كلاب ولا حمير. وروني وقفه الكلاب. سامع يا هوس يا كل العالم يا كل الناس، انا يعني هن يعني هدفع يعني جزء يعني من ديون يعني الوكيل يعني. وسمعني سلام للوكيل وللشيك بتاع حيلي. تتلالا لا تتلالا لا فضحتي امي. وانت عشان سالفين قرشين لازم تديهم لي بفرح. اه طبعا لازم الناس تعرف. لا تعرف ترميهم في حجر العروسه. ايوه بس عارفه يا بنت هن وربنا في النهايه واقف الجدعانه منك. لو احنا يا اولاد العم واقفين جنب بعض وقفات الجدعانه دي ما حدش في العالم كله يقدر علينا. سيبيه سيبيه يا مريم، عايز اقف معاك. سيبيه بكره ربنا يهديه. يلا 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 انتوا كمان خدوا فلوسكم مع السلامه بقى. انتوا عنواننا لو سمحتوا. جاتكم نيله فاضي يا اسطى؟ تحت الرابع. ماشي وكيل ماشي وكيل. او كده يا وكيل اضحك ولا يهمك. تعال افرجك بقى انا اشتريت ايه. لسه بتصرف فلوسك على الخرده؟ لا هتعجبك قوي. بص لا النحيه دي النحيه دي لو جدع بقى تقول دي ايه؟ دي؟ اه فرشه سنان. لا ايه دي؟ دي كاميرا.